كل يوم عن يوم تتزايد الحشود الغاضبة الرافضة والساخطة على الانفلات الأمني بوادي حضرموت. وما مسيرة سيئون هذه إلا حلقة من سلسلة مسيرات احتجاجية عمت كل المناطق لرفض تواجد قوات المنطقة العسكرية الأولى. نطالب رحيل المنطقة العسكرية الأولى أولا أساس الكلام، واستبدالها بأبناء حضرموت، النخبة الحضرمية من أبناء حضرموت، وتجنيد كثير برضو يعني كثافة عسكرة معنا في المحافظة لحمايتها، حمايتها من أبنائها مش من الشمال. الشمال يروحون الشمال. واجب علينا تحرير الوادي، واجب علينا إخراج المحتل. في المسيرة تلي بيان طالب بشدة إخراج المنطقة الأولى عاجلة، ودعا أيضا إلى ضرورة تقديم معالجات آنية للوضع الاقتصادي المتدهور، وطالب بإصدار قرار المجلس الرئاسي لانتشار النخبة الحضرمية في ربوع الوادي والصحراء. اليوم مسيرتنا هي مسيرة الحسم، وطلبنا من أمام جولة الشهيد بن حبراش، ونطلب الكفاح المسلح لا حايل للمسيرات السلمية مل الشعب وسم من المسيرات. واليوم هدفنا هو الكفاح المسلح والدخول القوات الأوروبية العمالقة والنخبة الحضرمية. الحسم مطلبنا، ولن نتراجع ولن نهدأ إلا بتحقيق كافة مطالبنا ورحيل آخر جندي شمالي من الوادي. مطلبنا نشر النخبة الحضرمية في عموم الوادي، وهم اللي يحافظون على أمننا وسلامتنا. أما هؤلاء فهمهم الفيد والنهب والسلب. رقعة الاحتجاجات تتصاعد قوتها في مناطق وادي حضرموت، حتى يتم إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى وتسليم الشؤون الأمنية والعسكرية لأبناء الأرض. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون.